The past decade has demonstrated repeatedly and with punishing clarity exactly how disastrous the outcomes can be when a government attempts to smash the voices of its people. هكذا وصف المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين كيفية تعاطي سلطات البحرين مع المطالب الجماهيرية الشعبية طوال السنوات الماضية. فتلك السلطات واجهت ثورة الشعب البحريني التي تفجرت في 14 فبراير من العام 2011 بالحديد والنار، وحاربت الشعائر وهدمت المساجد وقررت القضاء على الشعب وليس على ثورته فقط. كانت نتائج تلك السياسات القمعية وكما وصفها المفوض السامي بالكارثية، فسقط عشرات المتظاهرين شهداء بما زجت السلطات بآلاف الناشطين السياسيين والحقوقيين في المعتقلات، وفي طليعتهم قادة ورموز الثورة والشخصيات الحقوقية وفي مقدمتها عبد الهادي الإخواجة ونبيل رجب، بما تم إسقاط الجنسية عن عشرات المواطنين ومنهم آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم. بل هو طريق للتشكيك في جنسية أي مواطن أصلي مغضوب عليه من السلطة. تلك الانتهاكات استعرضها الأمير الحسين في كلمته الافتتاحية اليوم التي خصص حيزا منها للوضع المتأزم في البلاد. In Bahrain, I am concerned by harassment and arrests of human rights defenders and political activists. الكلمة نالت ترحيب التحالف الحقوقي البحريني، فيما أثنى عليها النائب الكويتي عبد الحميد الدشتي الذي طالب البحرين بالانصياع للمواثيق والعهود الدولية باحترام ميثاق الأمم المتحدة ومعاهداتها الدولية ذات الصلة، وهي ذات المطالب التي كررها على مسامع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الشيخ علي سلمان الذي بعث برسالة من معتقله وتليت على مسامع أعضاء المجلس. إن البحرين تشهد تصاعدا خطيرا لحالة الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة. الثورة في البحرين تتواصل وللعام الثالث على التوالي، ولا يعول الثوار على المجتمع الدولي بل على قوة إرادتهم وعزيمتهم، فقد أرادوا الحياة فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين.